السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين في استعراض لفيديو جديد من مسلسل طائر الرفراف. بعد التسريبات التي أكدت أنه لا يوجد طلاق بين سيران وفريد، وسيران لن تنطق بشيء خلال المحكمة بسبب تدخل خديجة وإخبارها للكل أن سيران حامل، والبعض يقول أن سيران سيغمى عليها والقاضي سيؤجل المحكمة، تأكد أنه بعد خروج فريد وسيران من المحكمة سيجدان الصحافة في انتظارهما لأخذ تصريحاتهما، لكن سيران سيغمى عليها وفريد سيحملها أمام الكل وسيذهب معها للمشفى وسنرى خوف فريد عليها وسينتظر الكل قدوم سيارة الإسعاف هناك. إغماء سيران سيعزز كثيرا من فرضية كذبة حملها، لكن كاظم سيستمر في شكه بأن فريد لم يقترب منها طوال فترة زواجه منها، وسيطلب من خديجة أخذها للطبيب لتحضر تقرير بخصوص حالتها، وسيستغل الفرصة ليقلل من رجولة فريد أمام الكل خاصة أمام جد خالص أغا. من جهة أخرى طارق هو من اتفق مع إيفيكات على إخبارها بالمكان الذي ذهب له رفقة سونا وسيران لاختيار فستان الزفاف، وفعل هذا متعمدا حتى ترى سيران بيلين وهي تختار فستانها من أجل الزواج من فريد ولكي يبعدها عن فرضية العودة له. فمتى ستنكشف خطة إيفيكات زيرين وطارق؟ إلى هنا نصل للنهاية، لا تنسوا دعمنا بلايك اشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد والمزيد دوما. سلام.